كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل أبدا. شيخنا الله يحفظكم بارك الله فيك، هناك بعض الشباب يطعنون في الشيخ عرفات ابن حسن المحمدي ويقولون نفختم في روعه وأنتم الذي كبرتم بهذا الشيخ، فما توجيهكم وماذا تعرفون عن الشيخ عرفات الله يحفظكم يا شيخ؟ والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أخونا وصاحبنا وتلميذنا شيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي، عرفته من نحو 10 سنة تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ومنذ عرفته وهو تلميذ ملازم لنا وللشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله والشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، كذلك هو من الملازمين للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، وما عرفنا عنه إلا أنه صاحب سنة وفقه. نعم. كما على كل حال الطعن والطعن والسخرية والتهكم ما سلم منها أحد بدءا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يضر أخانا الدكتور عرفات. نعم. نحن كما قلت لك نشهد عليه بأنه صاحب سنة وفقه. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وعلم ولله الحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه له. أما بعد، فإن الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي من خيار طلبة العلم وله جهود طيبة في الدعوة، وقد بلغني أن دروسه قد توقفت في موقع ميراث الأنبياء، وإني أحث مشرف في الموقع خالد مقيس على استئناف دروس الشيخ عرفات بالإذاعة لينتفع طلبة العلم بها. وأقول وقد طعن فيه بعض الناس وفي عدد من أخواني السلفيين ولم يقيموا على طعنهم أي حجة، وهذا الطعن لا يقبل، والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وفق الله الجميع ما يحبه الله. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال هو ربيع بن هادي أمير المدخلي. بارك الله فيكم ولكم، وسوف نسجل إن شاء الله رقم المكتبة السلفية في برمنغهام. والآن أنا أرشح لكم بعدي الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري والشيخ عرفات. نعم، لا، عبد الله بن عبد الرحيم البخاري والشيخ عرفات بن حسن المحمدي. أكتفي وأدعو تلميذنا وصاحبنا الشيخ الدكتور عرفات بن حسن. تفضل يا عرفات. تذكرنا الله يسلمك، كلمتكم كافية، إذا في أسئلة يوجهها. الله يكرمكم، زيادة الثقة مقبولة. نعم، معروف.